Welcome to another video from English 100. في هذا الفيديو راح نحكي عن كلمتين farther and further. هالكلمتين هل صحيح معناهم نفس الشيء تماماً ولا في فرق بينهم وشو قصتهم؟ Okay. خلوني أول شيء أبدأ بالكلام عن farther. هذه الكلمة هي تعتبر comparative adjective صيغة مقارنة مثل ما بنقول small smaller big bigger far farther. هذا بالنسبة ل farther. أما بالنسبة ل further فممكن جدا 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 أنك تسمع حدا عم يستخدم هدول الكلمتين يعني farther and further عم يستخدموهم بشكل متبادل يعني ممكن يستخدموا هيدي أو هيدي بنفس الجملة أوكي يعني بنفس المعنى. لكن الحقيقة إذا بدك تتعلم إنجليزي بشكل دقيق ومزبوط فلازم تتعلم شو الفرق بيناتهم. في فرق. إذا بتدخل بتسأل عمو جوجل وراح يقلك إنه further تستخدم للكلام عن المسافة الرمزية أو المسافة التجريدية. خلوني أشرح لكم هدول الكلمتين بشكل مبسط. أوكي الكلمتين معناهن أبعد. أوكي بس احفظوهم بهذه الطريقة. farther تعني أبعد بمعنى مسافة أكبر. مثلاً It's too foggy. I can't see farther than 5 meters. أو مثلاً I can throw the ball farther than you can. أما further فهي أبعد بمعنى درجة أكبر. farther معناها مسافة أكبر. further معناها درجة أكبر. أوكي أو فيك تقول درجة أعمق. مثل لما بقول I need further information. أحتاج معلومات أكثر أو تفاصيل أكثر. أو مثلا مثل لما بتقول I have no desire to discuss this matter further. وإذا عم تسألوا حالكم ليش في كتير متكلمين أصليين ما بيميزوا أو بيعتبروا الكلمتين هن نفس المعنى وما في فرق بينات. السبب هو ببساطة أنه الفرق وضع فقط منذ 100 سنة. يعني عملياً حديث نسبياً. فإذا ضل علي أنا بس ذكركم أنه إذا احتجتوا تستخدموا هدول الكلمتين بشكل أكاديمي فتأكدوا أنه تستخدموا كل واحدة بالمكان الصحيح وبالمعنى الصحيح. Reframe English 100. See you next time.